اهلا بكم في ملف اليوم معي انا ماجد الفارسي. التصعيد بين اسرائيل وايران لم يكن ميدانيا فحسب، وكذلك ليس على المستوى السياسي فقط، بل تجاوز ذلك الى العالم الافتراضي، اذ حذرت ايران مواطنيها من نشر اي خطابات مؤيده لاسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي. تحرك اعقب تعبير بعض الايرانيين داخل البلاد وخارجها عن دعمهم لتل ابيب. وفق ما ذكرت وكاله رويترز وهو ما يعكس جانبا من رفض البعض داخل ايران لسياسات الحكومه تحذير السلطات الايرانيه لمواطنيها فتح باب التكهنات بشان وجود اختراق اسرائيلي للجبهه الداخليه في ايران انضموا الينا من القدس محرر الشؤون الاسرائيليه نضال كناعنه. نضال رسائل عديده ارسلتها الحكومه الايرانيه لكثير من المواطنين في عدم التعبير عن دعم الجانب الاسرائيلي او تل ابيب سواء من داخل يعني ايران او خارجها، كيف قرات اسرائيل ما يحدث؟ الى اي مدى ممكن الحديث عن اختراق اسرائيلي في هذا الاطار؟ نعم مجد. يعني أولا يعني لنوضح الصورة إسرائيل مثلا كما بدا من هذه الحرب، تعرف عن ايران او تعرف عن التهديد الايراني سواء داخل ايران او في لبنان او في سوريا اكثر مما تعرفه عن قطاع غزه مثلا، يعني اسرائيل في السنوات الاخيره كان كل جهدها الاستخباراتي مصبوبا على التهديد الايراني بكافه اذرعه، بعيدا عن قطاع غزه التي كانت ترى اسرائيل بانها مسالمه وانها هادئه وان الوضع هناك سيستمر، بالتالي يعني هنالك مجهود ضخم اسرائيلي استخباراتي في ايران، وهذا يعني ليس تكهنات، هذا ما اثبته الواقع، هذا ما اثبتته الاحداث، عشرات الاغتيالات في ايران ربما، الكثير من العمليات الاستخباراتيه الاسرائيليه على كافه الاصعد سواء بوجود اناس على الارض رجال مخابرات على الارض، كاغتيال مسؤول البرنامج النووي الايراني او حتى سرقه كل ارشيف المشروع النووي الايراني من داخل طهران الى اسرائيل. إسرائيل وبالتالي الواقع على الأرض يثبت أن هنالك اختراق استخبارات إسرائيلي لإيران على كافة المستويات ما يثير قلق إيران الآن هو التواصل الإسرائيلي مع الشارع الإيراني مباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي هي طريقة مثلى للاستخبارات الإسرائيلية للوصول الى الشارع الايراني، هذا ما تدركه الحكومه الايرانيه، وليس فقط للتواصل او كوسيله تواصل، لكن يمكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لاي مخابرات غربيه ومنها طبعا اسرائيل والتي لها باع طويل في في هذا المجال، يمكن ان تتعرف على نقاط الضعف او الاشخاص الذين يمكن ان تتواصل معهم وتجندهم مستقبلا للعمل مع المخابرات الاسرائيليه، ثم ان وسائل التواصل الاجتماعي تعطي صوره واضحه هي كانها استطلاع للراي مستمر كل الوقت حول الاوضاع الداخليه في ايران، هذا القلق الايراني نابع اولا من القلق الايراني حول الاوضاع في الداخل الايراني لان اسرائيل الان تلعب نعم. على هذا المستوى، بالنسبه لاسرائيل يعني باتت هنالك قناعه الى حد بعيد بان الطريقه الافضل لتغيير الوضع في ايران هو التغيير من الداخل، خاصه وان التغيير من الخارج بعمليه عسكريه بات شبه مستحيل مع الوضع النووي الذي وصلت اليه ايران والوضع العسكري لايران. لذلك إيران نعم. تعرف بأن هذه هي نقطة الضعف وتعرف بأن إسرائيل تعرف ما هي نقطة ضعفها شكرا لك نضال كناعنا بالطبع محرر شون الإسرائيلية كان معنا من القدس شكرا جزيلا لك معنا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيكا دكتور عماد أبشناس ومن دبي رئيس تحرير اندبندنت فارسي سيدة كاميليا انتخابي فرد أهلا بضيوفي سأبدأ بداية مع دكتور عماد دكتور عماد دعني أبدأ معك بهذا السؤال لماذا خرجت هذه الأصوات المؤيدة لتل أبيب لماذا خرج البيان الحكومي الإيراني ب طبعا الوعيد والتهديد لكل من يناصر تل أبيب أو حتى يكتب أي كلمة في هذا الإطار لماذا كل هذه التغيرات هل هناك متغير حقيقي على مستوى التواصل الاجتماعي في إيران على مستوى الشجب أو حتى التغيير تحياتي لك يا استاذ ماجد للسيدة كاميليا والمشاهدين الاعزاء في الواقع الامر ليس كذلك يعني لو تجد لي دولة في العالم تقبل بأن يتكلم أحد ضد المصالح القومية لهذا البلد لتكون إيران ثانيها يعني هذه القوانين يعني موجودة في كل دول العالم بالنسبة لإيران يعني حتى الشعب الإيراني يعني يناصر ما قامت به القوات المسلحة الإيرانية من الدفاع عن المصالح القوميه الايرانيه خاصه القنصليه الايرانيه، يعني انت لو تمشي في الشوارع الايرانيه حتى الذين يعارضون الحكومه او يعارضون بعض امور الحكومه النظام او حتى لديهم موقف من النظام او الذين هم من اتجاهات سياسيه مختلفه كلهم صف واحد واقفون خلف القوات المسلحه الايرانيه وما قامت به تجاه اسرائيل. لان اسرائيل تعدت على القنصليه الايرانيه وتعدت على الاراضي الايرانيه وهذا اثار غضب الشعب الايراني ولكن هناك استطيع ان اقول لك طابور خامس موجود او عملاء موجودون هم عدد كبير منهم ليسوا اصلا ايرانيين يعني هناك جيش سيبراني قامت اسرائيل بصناعته يتكلم اللغه الفارسيه ولكنهم ليسوا ايرانيين يقومون بالترويج بعض الأفكار في آآ آآ وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى عناصر مجاهدي خلق في ألبانيا الذين رسميا يقبلون رواتبهم من الولايات المتحدة وإسرائيل لكي يقوموا بتحريك الشرع الإيراني ضد النظام وهم اليوم يريدون إيجاد تفرقة بين الناس في إيران نعم. طبعا هنا يجب على الحكومة الإيرانية أن تفصل بين من هم إذا ما أردنا أن نقول إيرانيين حقيقيين ولديهم مواقف يمكنهم أن يقولوا مواقفهم خارج إطار شبكات التواصل الاجتماعي، وبين الذين م. هم عملاء للخارج واليوم يعملون لصالح أعداء الشعب الإيراني. طيب. سيده كاميليا دعيني انتقل لك هذه الرسائل التي ارسلتها ايران للشعب الايراني بضروره عدم دعم الجانب الاسرائيلي او الحديد في هذا ال... في طبعا دعم تل ابيب باي جهه معينه هل يعكس جانبا تغييريا الى اي مدى ممكن اعتباره يعني حقيقيا بالنسبه للشارع الايراني والى اي مدى يعبر عن حاله فيها تغير خصوصا من الشباب شكرا لكم على الاستضافه الرائعه واعتقد ان هذه التهديدات للنشر على السوشيال ميديا ليست إشارة جيدة بالنسبة للنظام وأيضا دعوة الناس بأنهم عملاء ويشكلون تهديدا على الدولة سبعة وخمسون من شخص من إيران قالوا بهذه الأشياء وإنهم لا يعملون ولدينا الآن بعض المشاركين الذين يمكننا أن نسمع أصواتهم فهم لا يدعمون إسرائيل أنا من الجيل الذي شهدنا على الحرب في العراق وإيران ونتذكر المعاناة التي حدثت ولا نريد هذه التجربة أن تكون أن تحدث من جديد وسيكون ذلك سيئا للغاية وسيهدد الامن والسلام والاقتصاد وهذه التداعيات والاحداث التي نراها على السوشيال ميديا وما تفعله ايران لحجب الاشخاص من نشر ارائهم وان تقول لهم ان النظام يمنعهم من ان تدعموا اي دوله كانت لا هذا ليس جيد للغايه نحن فخورين ب جنسيتنا ودولتنا ونحن لدينا آراءنا المتعددة يمكنكم أن تروا ذلك على الأقل 85% من الشعب الإيراني لا يريدون الحرب ويريدون السلام ويعترضون على ما يفعله النظام الآن طيب سيدة كاميليا دكتور عماد ابقوا معي إيران تحذر مواطنيها من نشر أي خطابات مؤيدة لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي. ما دلالة ذلك؟ وهل يكشف هذا عن خرق إسرائيلي للجبهة الداخلية الإيرانية؟ التحذير أصدرته استخبارات الحرس الثوري الإيراني في بيان إن اعتبر أن بعضاً مما نشر على الصفحات الافتراضيه يجرح مشاعر الايرانيين. الحرس الثوري الايراني توعد مرتكبي هذه الاعمال بعقاب حاسم وفقا لمقتضيات قانون مواجهه الاعمال العدائيه الاسرائيليه الذي اصدرته ايران في عام 2020، وليست المره الاولى التي ترفع فيها ايران ذريعه مواجهه تهديد اسرائيلي من الداخل، واصدر القضاء الايراني احكاما ضد اشخاص بتهمه العمل لصالح اسرائيل. وقد يعكس بيان الاستخبارات الإيرانية مخاوف طهران من أن تطفو اختراقات إسرائيل إلى مستوى تأليب الجبهة الشعبية المستاءة أساسا من تمويلات إيران المتواصلة للميليشيات في ظل اقتصاد متهالك ويحمل سجل اختراقات اسرائيل قائمه من العمليات ابرزها اغتيال علماء كبار في البرنامج النووي على الاراضي الايرانيه لكن دون ما اي اعتراف اسرائيلي الى جانب هجمات عسكريه وسبرانيه متكرره لبنيه تحتيه مهمه لايران في مقدمتها تعطيل المفاعلات النوويه. وتكشف حرب الظل بين ايران واسرائيل عن تمكن الأخيرة من نسج خيوط مكنتها من الوصول لضرب النظام الإيراني في نقاط حساسة في معقله أعود إلى ضيوفي من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك الدكتور عماد أبشناز ومن دبي رئيس تحرير اندبندنت فارسي كاميليا انتخابي فرد دكتور عماد كما وردنا طبعا في هذا الشرح اختراق كبير لايران خلال السنوات الماضيه راينا يعني اغتيالات تدمير لبنى تحتيه حتى بعض الارشيف المهم والسري للغايه تم نقله الى اسرائيل. الان مع الضربه الايرانيه الى اسرائيل الى اي مدى تتخوف من تعميق هذه التجربه؟ تجربه يعني الوجود ال... الاستخباراتي الاسرائيلي الكبير والمخترق في, اس... في 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 طهران في العاصمه وفي جميع المناطق. يعني عمليا استاذ ماجد هذا الموضوع موجود فيما بين الجانبين يعني كما تقوم اسرائيل باختراقات داخل ايران، ايران تقوم باختراق داخل اسرائيل ولكن لان هناك حرية اعلام اكبر في الداخل الايراني، الاخبار تنتشر من ايران ولكن في الإسرائي... في اسرائيل هناك تعتيم اعلامي ومنع لنشر الاخبار وعمليا اسرائيل يعني حتى يعني انت اذا راجعت جوجل مابس لا تستطيع ان تجد في بعض الاحيان خرائط داخل اسرائيل او صور عن اسرائيل لأن هناك وضع أمني مكثف في داخل إسرائيل لا يسمح للإعلاميين أو حتى الإسرائيليين نفسهم بأي تحرك خارج إطار القوانين العسكرية والأمنية الإسرائيلية في إيران الأمر ليس كذلك يعني ينتشر ينشر الخبر ولكن هناك حرب أمنية واستخباراتية بين الجانبين لا يمكن أن ننكر أن هناك طابور خامس موجود في إيران نفس الشيء بالنسبة للداخل الإسرائيلي أيضا هناك اتجاهات تعمل لصالح إيران وبين حفينة وأخرى تخرج أخبار مثلا وزير في داخل الحكومة الإسرائيلية أو قدام في في بيت نتنياهو يتم اعتقالهم بسبب التجسس لإيران يعني حتى إيران تصل إلى داخل بيت نتنياهو إلى داخل الحكومة الإسرائيلية ولكن هذا لا يكشف في حينه، على كل حال هذه الحرب موجوده، كل طرف يجب ان يتخذ اجراءاته لمواجهه هؤلاء العملاء، وبالتاكيد يعني هنا هناك فارق كبير بين ان يكون هناك اشخاص يقومون بانتقاد امور مختلفه، مثلا اقول لك موضوع الاخت... المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، حتى الخلافات السياسية، هناك انتقادات تنشر طيب. على وسائل الإعلام، ليس فقط وسائل الإعلام حتى في الصحف الإيرانية، م. يعني نرى انتقادات واسعة لخطوات الحكومة بشأن ال... ما سياساتها أو تحركاتها الاقتصادية أو طيب. حتى الخطوات الاجتماعية مثل موضوع الحجاب مثلاً الذي هو حساس جدا في إيران. يعني بالطبع. بالطبع هذا من أن هناك حساسية ولكن نرى أنت بالطبع. هذا ضمن هذه الاختراقات. يعكس أن دكتور هناك عماد. حرية إعلامية ولكن طيب. لا لا هذا ليس ضمن الاختراقات هناك فارق كبير آه هناك خلاف في الرأي خلاف في الوجهة السياسية خلاف في آه الوجهة الاقتصادية آه يتم نشره ولكن التعاون والتعامل والتخابر مع العدو هذا شيء مختلف لا تقبله طيب. اي دوله في العالم ليس هو فقط ايران الموضوع أي دولة أنا دكتور عماد ليس الصالح العدو طيب هو الموضوع ليس قبولا او عدم قبول لكن الحقائق الثابته هنا آه سيده كاميليا الى اي مدى يعني الجميع طيب الحقائق ينتظر الثابته 99% من طيب الايرانيين انا دعني اخذ وجهه نظر سيده كاميليا من الايرانيين يؤيدون فعلته الحكومه طيب انا دعني اخذ يعني وجهه نظر السيده كاميليا سيده كاميليا الان الجميع ينتظر الرد الاسرائيلي راينا خلال السنوات الماضيه اختراق كبير اغتيالات حقيقيه يعني علماء نوويين مسؤولين من الحكومه الايرانيه وغيرها اساسا تم يعني سرقه كثير من الامور من داخل قلب العاصمه الايرانيه هل هناك تخوف من الايرانيين بعد هذه الضربه ان يتعمق هذا الاختراق بشكل اكبر ما رايك في مساله الاختراق الحاصله الان <applause> الاختراق ممكن كما قلت أن هناك بعض المستندات التي تم أخذها وأيضا التصعيد الذي نشاهده والقتل الذي شهدناه لبعض الأشخاص الرئيس السابق <تصفيق> ف... <تصفيق> ف... <تصفيق> ف... لقد تحدثوا <applause> عن ذلك وهناك <applause> بعض الإغتيالات <applause> التي حدثت داخل الحكومة <applause> و... أيضا داخل وكالة الطاقة النووية في إيران فهناك إمكانية ذات أن هناك العديد من الاختراقات التي حدثت في نظام الطاقة النووية وهناك بالطبع بعض الاغتيالات التي حدثت العديد من الأشخاص في إيران ما نراه الآن من جانب إيران وإتجاه إيران هذه ليست من رأيي ليست خطورة كبيرة لذلك ولا كما حدث في الهجوم على القنصلية في سوريا وفي نفس الأمر هناك العديد من الأجمات التي كانت من قبل إسرائيل من المسيرات والصواريخ التي تم إطلاقها من إيران ولم تحدث أي ضرر على إسرائيل لأن أمريكا لا يمكنها دعم ذلك أمريكا أمريكا الآن منخرطة في أوكرانيا، وهي تدعم ما يحدث في أوكرانيا الآن فلا يمكننا الآن أن نعمل على بداية حرب أخرى، <applause> وكما ترين أن الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر لا يدعمون الحرب هنا ولكن لديهم خططهم الخاصة ل 2050 و 2030 وما نراه الآن بين إسرائيل وإيران هناك مشكلة كبيرة ومناقشات كبيرة بين الدول والسعودية وواشنطن ولديهم العديد من خوفك طيب في ذلك لأننا نعم طيب دعينا نذهب لزوايا أخرى في نفس محورنا ساستعرض نبذه عن ابرز الاختراقات الاسرائيليه والعمليات في الداخل الايراني في هذا العرض التالي دعونا نتابع وكنا قد طرحنا السؤال التالي عبر منصاتنا هل هناك اختراق إسرائيلي للداخل الإيراني؟ جاءت الإجابة كالتالي 75% قالوا نعم 25% قالوا لا سأعود طبعا الدكتور عماد دكتور عماد ما رأيك في هذا الاستفتاء يبدو أن القناعة بأن الاختراق الإسرائيلي في الداخل الإيراني كبير جداً وهو ربطا بما قاله أيضا وزير خارجية الـ الـ الإسرائيلي اليوم للجانب البريطاني والألماني والأمريكي قال هذه هو أفضل وقت لتغيير إيران وتغيير الشرق الأوسط ما رأيك في الاستفتاء ونتيجته؟ اولا يعني انا اؤيد ان هناك اختراق يعني انا من ضمن المؤيدين هناك اختراق كبير في الاجهزه المختلفه مختلفه الايرانيه يعني ليس هناك بالامكان انكار هكذا امر للاسف في الاجهزه السياسيه في الاجهزه المختلفه ولكن الاختراق متبادل يعني ايران ايضا لديها اختراق داخل اسرائيل ليس الامر فقط اسرائيل داخل ايران ولكن يتم تضخيم الاختراق الاسرائيلي وليس الاختراق الإيراني الذي هو أكبر في الداخل الإسرائيلي وهو أقوى بكثير من الاختراق الإسرائيلي داخل إيران هذا أولا ثانيا بالنسبة لمقالات السيدة انتخابي فارد يعني عمليا لا أحد يريد الحرب في هذه المنطقة عدا إسرائيل يعني نحن لسنا دعاة حرب لا أحد يدعو للحرب ولا احد يدلح. ولكن عندما يتم مهاجمتنا نحن ندافع عن نفسنا بكل ما لدينا من قوه وقدره، يعني ليس فقط ايران اي دوله في العالم تحترم نفسها عندما يتم مهاجمتها تقوم برد فعل فعلا. هذا ما حصل وحق ايران المشروع حسب القوانين الدوليه ان تقوم بالرد على اسرائيل ووقف اسرائيل التي اليوم باتت منفلته تقوم بمهاجمه الجميع تقتل الجميع تتعدى على القوانين الدوليه ولا احد يقف امامها. طيب سيده كاميليا دعيني انقل لك وجهات النظر، الاستفتاء اظهر ان نسبه كبيره تعتقد بان هناك اختراق اسرائيلي داخل ايران. ماذا يعني ذلك على ضوء التهديد الاسرائيلي المفتوح اليوم على الرد؟ وايضا ماذا يعني على مستوى الشعب الإيراني في الداخل ما مدى مخاوفه أيضاً؟ <تصفيق> هناك <تصفيق> إمكانية حدوث <applause> التهديدات قبل <applause> ذلك حتى والبلدين وال <applause> بالطبع <applause> عملوا على ذلك وكان هناك العديد من الاختراقات <applause> بجانب الدولتين ولكن أعتقد أن إسرائيل تريد مناقشات إفهامية أكبر للعمل على اختراط الأنظمة وما نراه من الأمس أن هناك بعض المناقشات والمحادثات السياسية للعمل على ذلك الاتحاد الأوروبي وأيضا يتطلعون لفرض عقوبات على إيران وهذا بينما نحن نتكلم الآن الجميع منشغل بذلك يمكنهم أن فهم الآن بالانشغال بذلك يهاجمون رفح وأيضا هناك العديد من المقاقشات في هذا السرد فإسرائيل الآن لديها العزم وهي تعمل ذلك بالفعل فهي تهاجم رفح الآن والردود على ذلك وعلى هذه الاختراقات كما قلت أمريكا يجب عليها ألا تدعم حربا في المنطقة، يجب عليهم تحديد وتحجيم هذه الإمكانيات لحجم إسرائيل بشأن الرد التي تريد أن تقوم به على إيران، وبالعكس وإيران الآن لديها مشاكل اقتصادية، النظام يعلم ذلك كل ذلك شكرا لك من دبي رئيس تحرير اندبندنت فارسي كاميليا انتخابي فرد من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيكا الدكتور عماد أبشناست شكرا جزيلا لكما